استاذ محمد سعيد قبل بريك سأل سؤال مهم، قال على فكره على فكره لو انت اصلا عندك اراده سياسيه تعلم العشرة، لو عندك نفس الاراده السياسيه تعلم ال 100% هتقدر. صح؟ صح، لان الناتج هيخلي لي 90% موجودين في الشارع، فانا لازم يكون عندي اراده سياسيه ايضا اتعامل مع 90% دول. اوكي، بس خلي بالك من حاجه مهمه، انا دلوقتي احنا دي فرضيه صح؟ الفرضيه بتاعت نص السيتويشن كله فرضيه، كله فرضي. فالفرضيه دي بتقول انه افرض يا سيدي، افرض ان انا عندي الاراده السياسيه بس جيت بحط ايدي في جيبي عشان اصلح الحمام، عشان امحر الشقه، عشان اصلح الاسانسير، راح الراجل قايل لي بص انا اعرف اصلح لك بفلوسك دي موتور الاسانسير بس، الكابينه نفسها هتفضل عامله كده، اروح حاططها في الموتور وعامل 10% بس من الاسانسير بيشتغل بكفاءه، مش خطر، مش هيدخل في الحيطه، بيتعلم تعليم جامعي بجد، ولا اروح قايل له طب بص اعمل لي حته من المرايه دي وصلح لي الزرارين دول وصنفر لي زي ما بيحصل دلوقتي. اخر جمله استاذ محمد عثمان، اخر جمله، انا لو مش عندي انا لو مش عندي الفرضيه كده معطياتها اتغيرت، او الفرضيه الموقف اللي احنا فيه ده معطياته اتغيرت. هو ايه من الاول انا ثابت، انا بدات لكم الفرضيه بان قلت لكم انا عندي شنطه فلوس بيديها لي مجلس الشعب بيقول لي هي دي ليك للتعليم العالي. جميل، ما هو السؤال بقى انا دلوقتي اللي مجلس الشعب هيديهم لي دول وهو بيقر الموازنه بتاعت ال 10% دول هيقول لي 90% دول هعمل فيهم ايه لان مش هيبقوا في الشارع. ده موضوع، ده موضوع احنا هنتكلم فيه حالا يعني. هو ده المعضله بتاعت اللي احنا فيه ده. هو انا عايز اتكلم في حاجه مهمه جدا. هو الموضوع لو هنحسبه من الناحيه الماليه او الماديه زي ما حضرتك شايف او بتأيد الراي ده، انا شايف ان احنا مغفلين جوانب ثانيه كتير جدا بتتسبب في من وجهة نظري إهدار مال عام في الجامعات المصرية سواء الحكومية أو الخاصة. صحيح. يعني الفلوس موجودة، موجودة أجيبها بقى منين؟ إن أنا أرشط في حاجات كتير. سؤال صغير يعني، قصدي حاجة صغيرة بس، حاجة صغيرة. طبعا في إهدار المال العام في كل مصر مش في الجامعة. طب لو تلفته يبقى أنا هوفر الفلوس اللي أعمل بيها. ما نعرفش بقى الحكاية دي إزاي؟ لا ده ما نعرفه، دي حاجة بالأرقام. لازم الأول نروح للمنظومة بتاعة التعليم، نحسب الأرقام، نشوف الجامعات المنافسة في الدنيا عاملة إزاي، نحسب الأرقام وبعدين نقول أنتوا شايفين الهدر اللي أنتوا بتعملوه هنا ده يكفي أنك تعلم 100%. طيب. أنا شخصيا اعتقادي من غير ما أحسب انه مش هيكفي ولا ربع تعليم. لا هيكفي لسبب. لا ما ينفعش، ما ينفعش، ده كلام مرسل، ما ينفعش. هقول لك بعض البنود لا يجوز، لا يجوز. هقول لك بعض البنود نذاكره كلنا ونعمل حلقه جديده. ده دلوقتي في الحلقه دي ده كلام مرسل. ماشي. لازم حضرتك يا اما تطلع لي تقول لي انا عندي، ما انا هقول لحضرتك هتطلع لي ورقه تقول لي ادي على فكره اسمها ايه دراسه جدوى عن ازاي تخلي التعليم المصري بيطلع منتج. طيب. من المتعلم ينافس في اي حته في الدنيا، والفلوس اهي وبيضيع قدهم هنا، حط دول مكان دول، تعمل لحد ما تعمل كده يبقى ده كلام. طيب. مرسل. طيب لا انا جوز. انا عندي مجموعه من المشاكل لو تلفتها انا هنهض بالتعليم العالي الموجود حاليا المجاني. ما تنسوش حاجه مهمه، انا مش عايز اكسح التعليم العالي المجاني. طيب انا مش ده غرضي. انت انا غرضي واضح. انا لو جيت حضرتك دلوقتي مسكت الاول من اول القاطره الاولى في القطر بتاعنا، القطر بتاعنا ما بيمشيش، القطر بتاعنا واقف في مكانه. ليه بقى؟ لان المتعلمين المفروض يبقوا ماسكين الكشافات قدام، مش متعلمين كويس. ليه بقى ده ما بيحصلش؟ اقول لحضرتك عندنا احنا عندنا المنظومه التعليميه بتتكون من عناصر رئيسيه. انا اسف بس انا مش عايز انقل الموضوع لنقد المنظومه التعليميه. انا عايز اجاوب على السؤال. استاذ ريني اتفضل. ماشي، حاضر، هجي لك حالا. بنتكلم في نفس، بتتكلم في الوضع الاقتصادي وامكانيات الدوله. بالظبط. دوله زي البرازيل، دوله زي البرازيل بالظبط، اللي هي شغاله بقى لها 10 15 20 سنه بتحاول تظبط في اوضاعها، ما زالت محافظه على مجانيه التعليم. والهند مين تاني بيقدم تعليم مجاني؟ ولا المفاجاه، اسبانيا، فرنسا، المانيا، روسيا، دي دول بتحافظ على مجانيه التعليم وبتدعمه وبتموله. دوله زي امريكا اللي احنا بنضرب بيها المثل في الموضوع، او في انجلترا. انجلترا هروح لها بس اتكلم على امريكا الاول. عدد الطلبة المدرجين في النظام التعليمي، كم واحد منهم بيدفع مصاريفه كاملة؟ كم واحد واخد منحة جزئية؟ كم واحد واخد منحة دراسة كلية وإعفاء كلي من المصروفات؟ وكم نسبة الطلبة اللي بيدرسوا في الولايات المتحدة الأمريكية قادمين من الخارج من بلدانهم تحت أسماء ومسميات عشرات المنح للدراسة؟ ده جانب. الجانب الثاني هروح لبريطانيا. بريطانيا من 3 سنين بالظبط لما رفعت مصاريف التعليم العالي، قامت مظاهرات جارفة في الشوارع وفي الجامعات من الطلاب. هكمل معاك تاني. عندي اعتراض فظيع. انا عندي اعتراض فظيع. انا هكمل. انا عندي اعتراض فظيع. انت بتقودني لنقطه معينه هكمل لك فيها. بريطانيا نفسها وصلت لاستنتاج مهم، عملوا بحوث، وده بواسطه بي بي سي نفسها، هيئه الاذاعه البريطانيه، عملت فيلم وثائقي عن التعليم في بريطانيا ومين بيتعلم. فبصت لقيت انه اصبح في بريطانيا الذي يتعلم والذي يدخل كليات بعينها هم ابناء طبقه بعينها من المجتمع اللي قادرين يدفعوا ويطلعوا اولادهم في المهن دي. فاصبحت بعض المهن او المهن المقسمه الى قطاعات لا يستطيع ان يمتهن هذه المهنه الا اللي ابوه ممتهن المهنه الفلانيه،
فاصبحنا قدام حاله من اللي بيسموها في علم الاجتماع ايه؟ داروينيه اجتماعيه. كويس. البقاء للاقوى. كويس. اللي مش هيقدر يكمل هيتاكل. انا دلوقتي عايز اطلع اعتراضي ده مهم جدا دلوقتي. دلوقتي الحاله بتاعه التعليم البريطاني اللي هو ملوش اي علاقه بالموضوع بتاع التعليم المصري، ده نظام تعليم مختلف خالص عننا، هم في وضع مختلف خالص عننا، بيشتغلوا بشنطه مختلفه خالص عننا، مجتمع مختلف خالص عننا، نسبه الثقافه مختلفه خالص عننا، يعني الموضوع بقى الموضوع بالنسبه لي انا عايز اوصل لبريطانيا. لا لسه، انا عايز اسال سؤال مهم جدا بقى، انا عايز اسالكم كلكم سؤال مهم جدا يمكن يساعدني. دلوقتي الا تعتقدون ان الشعب اللي فضل بيتعلم تعليم وحش لمده 30 40 سنه ده تعليم شبه منعدم، بس هو ساكت عشان انتوا عايزين ايه؟ انتوا عايزين شهادات تعلقوها في الصالون وتتجوزوا بيها؟ خد حبيبي. واقف كان ده المنظر بالظبط. الخلاصه التعليم المصري ان في حد واقف على باب الجامعه اختم 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 اختم. الا تعتقدون ان لو الدوله راحت قايله بقول لكم ايه، انا ما اقدرش اعلم غير 20% تعليم بجد عشان يشدوا القطر ده وانتوا استنوا عليا، الا تعتقدون ان ده يشتغل كحافز للمجتمع ده؟ حافز لحاجات كتير، حافز اولا للمجتمع، ان انت عرفتوا حافز لايه؟ اولا حافز للمجتمع ده ان هو يطلب من السلطه انا فين الباقي؟ انا موافق على فكره، انا كمان عايز ابني لو دخل الجامعه يطلع خريج جامعه، وغير كده فين؟ هاتيلي يلا التعليم الفني، تقول له حاضر حاضر، فين؟ هاتيلي الجامعه الاهليه، حاضر حاضر، هو يضغط عليها بدل ما احنا رحنا عاملين المنظومه. هو ليه احنا قاصرين الشنطه؟ معلش انا اسف، ليه احنا قاصرين شنطه الفلوس على ان المجتمع المدني او المجتمع الاهلي او الجامعات الاهليه تبقى في صوره الجامعات؟ ما انت ممكن تشارك وتوسع الارضيه وتخلق موارد ذاتيه، يبقى دعم حكومي مجتمع مدني زي ما بيحصل في المانيا مثلا، فولكس فاجن مثلا لما بتيجي تطور بتدي ابحاث بتدي مليارات في التعليم، عندك موارد ذاتيه، انت لو اديت فرصه تنافسيه للجامعه انت عندك شباب كتير جدا من اللي في التعليم اللي هو ما بيطلعش تعليم الا انه بيطلع شباب قوي جدا، انت عندك مثلا على سبيل المثال مثلا عصام حجي من الشباب دول، يعني عصام حجي ده خريج كليه العلوم، عندك محمد طالب الثانوي بتاع تجربة الفضاء ده من مدارس حكومية، إذن التعليم الحكومي مش هو الإشكالية في حد ذاته، ولكن ده عند ده أنت عندك الطالب اللي عنده الرغبة بس محتاج بس نص الإمكانيات. أحمد أنت في حاجة متغفلة تماما، وأنا على فكرة 20% اللي أنا عايز أعلمهم في الجامعة دول أنا مش هجيبهم الصومال من هنا، هم هيبقوا المتميزين اللي انت بتتكلم عليهم دول، هم هيبقى فيهم عصام حجي وهيبقى فيهم بتاع القمر وانت تعرف مين او انت عصام حجي هم هيبقوا فيهم. هل هو كان طالب يعني المحكات انت هنا المحكات المعايير اللي على اساسها هيتم الاختيار، انا ليه ما ضمنتش ده موضوع مجتمع بقى نتفق عليه، هو دلوقتي ما اصلا ولا في تعليم ولا في معايير، ما انت ما عندكش معايير في المجتمع ولا تعليم ولا معايير. طب يلا نقعد نحط معايير نعلم بيها. طب اختبارات القبول فين؟ اختبارات القبول عارف فكره التضحيه؟ احنا دلوقتي مثلا خمسه واحد فينا هيصرف عليه مليون دولار عشان يطلع الفضاء يعمل مهمه ينقذ مصر من النيزك، حلو كده؟ هننقي مين؟ هو مين يا جماعه؟ انتوا الراجل بتاع الفضاء ده احسن يبقى طويل؟ طب يلا نودع سيلي. طب الراجل بتاع الفضاء ده احسن يبقى ماسك وزنه كده في الارض؟ يلا نودع عثمان. هتعمل كده صح؟ احنا كمجتمع والله انتوا خلاص يعني انتوا خلاص خلوا بالكم احنا مشينا على الفرضيه. طب معلش الفرضيه هنا اختلفت، في مسمى هنا الفرضيه هنا اختلفت خالص، لان لا انا مش هطلع 10% وفي 90% مش موجودين. و90% دول امراض مجتمعي. طب افرض طب اقول لك حاجه، طب خلي بالك ان 10% لو حركوا 90% ممكن يرجعوهم. في مشهد كده يعني هيثير مشاعر مختلفه كتير عند كل الناس اللي بيسمعوا وانتوا كله، مشهد بتاع حكى لي عليه حد في احد احداث الثوره الداميه عن ولد صغير كده يبدو عليه الالمعيه داخل معركه ما، فراح راجل عجوز كده جاي ماسكه من ايده قال لا تعالى تعال انت متعلم ارجع ورا انا هروح. الفكره دي نفسها ما تحسوش كده ان هي مش عارف، انا حاسس ان هي يعني انا غتت على فكره، انا عايز اتعلم، انا هدخل الجامعه دي، طب استنى هعمل لك نظام بتاع، لا انا عايز دي، اشمعنى هو اللي يروح؟ ما انا بقول لك ما انت ممكن تروح برضه. طب وانت ليه ما تصلحش اللي موجود؟ عشان انا هصلح، انا هصلح حاضر، بس انا دلوقتي الموضوع ده هياخد وقت. دلوقتي اعلم مين اللي يروح؟ انت كده بتفكرني بمحمد علي على فكره، استاذ احمد ابن الدوله الحديثه. احنا عندنا مشكله نفس فكرتك بالظبط. لا دوله حديثه وارجو بعد ما بنهاش استاذ احمد، ارجو تديني الفرصه اني اتكلم واعبر عن رايي. اتفضل. على فكره كلكم بتتكلموا عن رايي. اتكلم ما تقاطعنيش. انا هجيب لك المشكله. لا لازم اقاطعك عشان ده برنامج، لو سبت اي حد من حضراتكم يتكلم ممكن تتكلم عادي ربع ساعه عشان الموضوع ده يبوظ. لا 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 ده في اجازه. المشكله فين؟ انا علشان اعالج المشكله اللي عندي لازم اعرف ايه الاسباب. التفكير الالماني حتى ناس متطوره بيقول كده، ابحث عن السبب.
نبحث عن السبب. انا عندي المنظومة التعليمية بتتكون من عناصر رئيسية، عندي معلم، عندي طالب، عندي مناهج، عندي ادوات ومعامل وكده. طيب اما اجي ابص في حاجة حاجة، اول حاجة المعلم ده مش عنده مشاكل؟ هل انا مقدره ماديا؟ لا استنى 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 استاذ عثمان، انا دلوقتي عندي 1000 واحد ستاف جامعه في مصر، 10000 ايا كان الرقم. انا دلوقتي عايز، اكتشفت كده بصيت عليهم بدور على سبب وانا دور على سبب، اكتشفت ان هم اصلا 90% منهم غير مؤهلين لتدريب الناس ولا تعليمهم اصلا. مين اللي كده؟ انا بقول لك مع فرض، افترض معايا انا ما افترضش حاجه مش موجوده. لا هو انا بقول لك افترض، تقول لي حاجه مش موجوده، هو الفرضيه بتدول يعني. طيب من ضمن نفسها انا دلوقتي عشان قلت طب انا هستبدلهم، طب انا هبعتهم بره يتعلموا ويرجعوا، انا اقدر اعمل كده على كل العدد ده؟ ازاي هتعمل كده؟ ازاي اعمل؟ ازاي هتعيد تاهيل كل ستاف الجامعه؟ هو ده حصل فعلا؟ ازاي ده حصل فعلا؟ اعمله لك وبامكانيات قليله. ازاي؟ احنا عملنا مبادره في كليه التربيه جامعه عين شمس اسمها ساعه بساعه. كويس. احنا بنشوف الطالب بتاعنا، الطالب المعلم، انت بتطلع الطالب المعلم اللي هو عمود البلد. الطالب دوت بيفتقر لمهارات كتير، خاصه ان هو بياخد مناهج شبه ضعيفة وشبه قديمة، يعني أشبه بتعليم الأمس بطرق أول أمس يعني. فإحنا قلنا هنعمل حاجة بسيطة جدا، إحنا هنديله السوفت سكيلز اللي هو عاوزها، وهنقويه في اللغات اللي هو محتاجها، مقابل إن أعضاء هيئة التدريس المتطوعين هيجوا، هيجيبوا الطلبة دول، الطلبة دول هيجوا يدفعوا الرسوم بتاعة الدورات اللي تأهلهم لسوق العمل بساعات خدمة مجتمع. يبقى الطالب دي خد السوفت سكيلز بتاعته، أو خد الدورات، أو خد اللغات، أو خد الكمبيوترز بتاعته، وهو بيديني خدمه في المجتمع، اديني محو اميه، اديني زياره دار ايتام، اعمل لي مشروع مجتمعي، مقابل كل ساعه جوه المجتمع انا هديك ساعه تدريبيه. عضو هيئه التدريس اللي هو يعني هنقول ان هو محتاج تدريب، طبعا محتاج تدريب وتدريب عالي جدا، وده مش موجود حاليا. بنقول ان عضو هيئه التدريس ده بالمهارات اللي عنده يقدر يدرب الطلاب دول. طبقا المنظومه ناقصه حاجه واحده بس، ان انت تعمل دورات تدريبيه بنفس الفكره تدعمها الدوله، يبقى انت وفرت ارضيه من ملايين. يا دكتور انا على فكره موجود بعد احنا للاسف وقتنا خلص، وخلوا بالكم ان احنا مش بنعمل الديبيتس دي عشان احنا نوصل في الاخر بقى لتوصيه، بالعكس احنا بنعمل الديبيتس دي عشان الناس يفكروا في كل الكلام الكتير اللي انا قلته، الكلام القليل القيم اللي حضراتكم قلتوه. انا معجب جدا بالتجربه اللي حضرتك يا دكتور بتتكلم عليها على ساعه، بس انا الحقيقه الان على ان اصلا الدكاتره اللي بيدربوا دول مش في الحاله دي بس في حالات اخرى، يبقى هو اصلا محتاج تدريب كتير عشان يدرب. ما هنا دي بقى الحكومه هتضخ مال هنا لتدريب، وتجيب له اجانب يدربوه، بدل ما اصفر واجيب وادفع انفاقات كتيره، يبقى انا بدرب 10 اعضاء هيئه تدريس زي ما بدرب 10 طلاب بعضو هيئه تدريس واحد، انا ادرب 10 اعضاء هيئه تدريس بمدرب اجنبي واحد. لو مشيت ده في كل القطاعات انت هتوفر مليارات وهتحسن العمليه التعليميه. ده رايي. اشكركم شكرا جزيلا. هنكمل بعد ما هنقفل. الخلاصه بتاعت الامر ده المهمه جدا هي التعليم ما ينفعش يتساب لعشرات سنين عامل زي خرابه كده. صحيح. اعملوا كلكم اتخانقوا الخناقه دي في بيوتكم ومع الدوله ومع الناس اللي بتنتخبوهم عشان يلاقوا واحد من اي حل من الحلول ممكنه بدل المسخره اللي بره دي.